عبد المنعم عكاشة راجل كان شغال عامل في المذبح، وبسبب المياه الملوثة جاله تعب في أعصاب رجله مش بيقدر يتحرك. الدكاترة نصحوه بكرسي متحرك عشان يقدر يتحرك من مكان لمكان تاني. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة قدرنا نجيب له كرسي متحرك. نشوف التقرير. كنت شغال الجزار فرجلي وجعتني، فروحت كشفت وبتاع. الدكاتره نصحوني ان انا اجيب كرسي، وانا ما معيش اجيب كرسي، معاش ما نجيبش كراسي، معاش اجيب ايه؟ 200 جنيه اجيبوا ايه؟ اكل بيهم ولا اجيب بيهم كرسي؟ طبعا لازم اكل، بدفع ايجار، قاعد بالايجار 100 جنيه الشهر. طبعا ما معيش ولا حد بيسأل عنه ولا حد بيديني حاجة، أنا ماشي نفسي بنفسي. فاتصلت برنامج واحد من الناس فبعتولي كورس لغات عندي، كتر ألف خيرهم. فالوقت أقدر أتحرك بقى عشان معاك كورس. كنت متضايق ومخنوق لأني ما بخرجش ولا بشوف حد ولا بروح ولا بك. بشكر واحد من الناس والجمعية المصرية.